كيف توضأ؟ بسم الله. شاهد، انظر كيف يجمع الماء في رجليه ثم يبدأ بالمضمضة. سقط عنه غسيل الكفين، الآن يتمضمض ثلاثا. بعدها انظروا كيف يستنشق، هذا هو الاستنشاق. الله أكبر، هل شاهدت كيف يستنشق الماء؟ بعد الاستنشاق ماذا سيغسل؟ الآن يغسل وجهه، يغسل وجهه برجلي. والله إن هذه الرجل أكرم عند الله من وجيه كثير من الناس قصروا في الصلاة. هذه الرجل الطاهرة العظيمة التي تتوضأ ويغسلها كل يوم مرات ومرات، الآن يمسح على رأسه. ثم بعدها انظروا كيف يمسح ويضع الماء في أذنيه.